حلقة كانت تجنن يا نور. انت كده رجعتي نور زي بتاعت زمان. انا عايزة اقولك على حاجة بس ما تضحكيش عليا. بعد ما مشيتي في واحدة صاحبتي كلمتني وعايزة تاخدني معاها زار. اصل انا بكتب ورقة بحثية عن التراث في الموروث الشعبي وعلاقته بالمرض النفسي وعايزة اخدك معايا. يلا اكتشفي بقى نفسك لأبعد مدى. انت بتتكلمي جد؟ مش انا قلت لك ما تضحكيش عليا؟ مش قادره بصراحه، مش بضحك عليكي بس مستغربه. انت عارفه ان انا ماليش في الدجل والخرافات دي، بس حسيت ان وجودي هناك هيخليني اكتب بصوره كامله عن البحث بتاعي ده بالنسبه لي انا طبعا، لكن بالنسبه لك انت عايزاكي تكوني صوره حقيقيه عن العالم ده بدل الصوره المخزونه في ذاكرتك ومتشكله بخيالات وظنون حوالين الموضوع ده. ماشي يا ستي، هروح معاكي وأغير الخيالات والظنون دي وأشوف يمكن نتسلى. انتوا بتعملوا ايه؟ انت اللي بتعملي ايه؟ هتفضحينا. مش شايفة، شايفة بس هم حاجة من الاتنين، يا إما العيال دي هتطلع ذوق ويروحوا يشموا الكل في حتة تانية، يا إما هيحدفوني بالطوب أنا وإنتي وهناخد ضرب وشتيمة ما خدناهوش في حياتنا. عايزة تروحي لهم؟ لو حابة لسه يعني. منار أنت واثقة من المكان ده؟ جوجل قال هنا، يبقى هو أكيد هنا. بصراحة المكان مريب قوي والبيت مريب والموضوع كله مريب على بعض. بس هي خديجه مطمناني وقالت لي الموضوع امان جدا وهي مش اول مره تيجي هنا، جت كتير. وبعدين مش عبيطه، انا مش هغامر كده بيا وبيكي عادي. لا امان امان الحقيقه، انا حاسه في بوكس هيجي يلمنا دلوقتي. انتي سيس قوي، اجمدي ما تخافيش. تقريبا البيت هنا ايوه هو ده 13. يلا هنا يلا. شفتي اهو وصلوا. افتحي له. اهلا اهلا، اتفضلوا. عايزه اعرفك بقى. ايوه نور ومنار. اهلا بيكم. تعالي يا نور. فتح للنبي واحباب النبي وازواج النبي بكر عمر وعثمان وعلي الاربعه الاطباء انجاب حمل عشر كتاب يخدم دخان ويدوك العافيه وبرهان بحق النبي عليه الصلاه والسلام السلام أولياء والأنبياء وست فاطمة النبوية أولاد بنت رسول الله الحسن والحسين وست زينب كريمة اليدين. ياخدوا الدخان ويدوكوا العافية والبرهان زي ما كان بحق النبي عليه الصلاة وأتم السلام. تقالك واعتمادك على الله بالشفاء والعافية. الناس بيتكلموا عن الزهر وهم ما يعرفوش حاجة عن الزهر، والزهر طبعا الشفاء هو الله. واحنا طبعا في حاجات كتير قوي في الزهر بتتقال، عندنا يورا ورقش والسلطان والحبش وكل حاجه وكل ده، والفرد كل ربنا والشافي هو الله وتوكلنا على الله. Thank you.
بيصف على مين؟ أنا عايز أخرج من هنا. مش قبل ما تعترفي. بإيه؟ بينا لنعيش أبا العجائب. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.